السلام عليكم، معكم ام ديكار. فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نعطيك 6 ديال المشاكل اللي كاينين في المرسيدس كلاس ا دبليو في 177. هاد المشاكل اللي غادي نقول لك باش تكون عندك فكره عليهم وشنو الحل ديالهم باش ما تبقاش تالف، وتا لو كنتي باغي تاخدها تكون عارف المشاكل اللي معروفين فيها. قبل ما نبداو دخل الانستغرام ديالنا ابوني وبارطاجي الفيديو مع صحابك. نبداو بالموتوريزاسيون. الموتوريزاسيون اللي داخله المارشي ديال مرسيدس كلاس ا دبليو في 177 كاينه 200 دي و 200 اسونس، كلها فيابل. من غير غادي تسمع واحد الفيبراسيون في الكومبارتيمون موتور، غادي تجي من البوب سيبليمونتير كما غادي تشوفها في التصويره ديال البوب سيبليمونتير، غادي دير لك فيبراسيون في الموتور. المشكل ديالها ساهل، هي الفيكساسيون ديالها كتكون ما مزيانه، ديك لايسلام بلوك اللي كتشدها كتكون ما مزيانهش وكدير لك فيبراسيون في الموتور. خصك تصوب هذيك لاسيلان بلوك وتولي الطوموبيل مزيانه، ما كاين حتى شي حاجه اللي غراف في الموتوريزاسيون. في الترانسميسيون كاين جوج ديال لي تيب ديال لي بوات اللي داخلين عندنا للمارشي، بجوجهم دوبل امبرياج. وحده 7 فيتاس كاينه في الموتوريزاسيون ايسونس، والويت فيتاس كاينه في الموتوريزاسيون ديزل. اللي فيها المشاكل بزاف هي الويت فيتاس. المشاكل اللي تدير هي انه كتزدح الطوموبيل فاش كتبغي تدوز لي رابور، مثلا من الدوزيام للطروازيام كتحس الطوموبيل تتزدح، يعني الفيتاس كتحس به كيتسمع كيدوز. وكاين البلان الثاني هو انه فاش تقف الطوموبيل كتبغي دير بروميير، يعني درتي الدي اولا الار المشاريع، الطوموبيل ما كتحركش، خصك حتى تردها للبي اولا تسكت الطوموبيل وتعاود ديماري عاد تقدر تمشي. هنا كاين مشكل ديال ريغلاج دو باز، يعني بروغراماسيون ديال البواط فيتاس اوتوماتيك فيها مشكل، غتعاود البروغراماسيون ديالها وتولي الطوموبيل مزيان. في الشاسي في المرسيدس كلاس ا دوفل 177 فيها بروي في الفريناج، يعني فاش كتبغي الدوبل اولا فاش كتبغي الدور اولا المهم فاش كيخدم السيستم ديال الاو اس بي كيتسمع البروي في جوج ديال الروايد. هنا كاين مشكل في الجيستيون ديال الاو اس بي، خاصك بروغراماسيون وغادي تولي الطوموبيل مزيان، يعني غديروا بروغراماسيون السيستم ديال الاو اس بي الطوموبيل ما يبقاش فيها داك البروي ديال الفريناج اللي هضرنا عليه. في ليزيكيبمون الكتريك كاين جوج ديال المشاكل. المشكل الاول هو اللي تيدافيشاج ديال الانفوتيمنت اولا اللي تيدافيشاج سونترال، ما كتبقاش خدامه، البوست خدام يعني الموسيقى كتسمعها اولا الراديو خدام ولكن لافيشاج ما كتبين والو طافيه. هنا غالبيه غيكون مشكل ديال لافيشاج. وكاين المشكل الثاني اللي هو الكليراج دومبيونس، حتى هو تيطفى ما كيبقاش خدام. في كليماتيزاسيون فيها جوج ديال المشاكل. المشكل الاول هو انه لا كليما كيبقاش خدام، ما كيبقاش خدام ما كنقولوش ان البروده ما كتبقاش تخرج، لا سيستم ديال لايراسيون ما كاينش كاع، يعني الريح ما كيخرجش. هنا الاغلبيه غيكون المشكل ديال السوفلون. المشكل الثاني الفويت ديال الماء ديال لا كليم، كيف كنعرفوا لا كليم كتخرج الماء، وفي الطوموبيل دايرين واحد التيو باش كيخرج لنا داك الماء ديال لاكليم، ولكن في المرسيدس كلاس ا دوبل في 177 هذاك التيو كيتقب كيبقى يدوز داك الماء لداخل لابيطاك الوسط الطوموبيل، وممكن يدير لك مشاكل في زيكيبمون الكتريك. ومن هاد المشاكل اللي ممكن يدير لك هاد الماء هما اللي هضرنا عليهم قبيله، اللي دي دافيشاج ما كتبقاش خدامه، الكليراج دومبيونس حتى هو ما كيبقاش خدام، وحتى المشكل ديال السوفلونت ممكن يكون من هذاك الماء اللي هضرنا عليه. يعني فاش تشوف هاد المشاكل هادو حاول تشوف هذاك الماء ديال لاكليم واش كيخرج لبرا ولا ما كيخرجش، الا ما كانش كيخرج راه كيكون عندك وسط الطوموبيل، خصك تكونترولي طوموبيلتك. هادو هما المشاكل اللي معروفين في المرسيدس كلاس ا دوبل في 177، المهم تدير اتونسيون وديرهم في بالك. هادشي اللي كاين، بارطاجي فيديو مع صحابك ودير ابوني شين يوتيوب وتهلاو.